السلام عليكم مشاهدي قناة الاقتصادية الأولى في برنامج على الهامش. راح نشوفوا معكم اليوم مدى تأثير الضغوطات النفسية بالنسبة للموظفين وبالنسبة للأطفال والمراهقين. ما نطولوش عليكم، تابعوا معنا. عليه كثيرا، خاصة إذا يعني ما اعتناش بنفسه، لأنه راك عارف العمل فيه ضغوطات، فيه انضباط. هذا واجب يعني من حق المؤسسة أن تطلب من الموظف تاعها الانضباط والعمل والصرامة وكل، لكن فيه يعني فيه ضغوطات، وباش يأثر عليها وباش ما تأثرش على نفسه، أولا لازم يكون عنده ملك يصبر ويعرف كيفاش يعالج الموضوع يعني بكل هدوء، وخاصة لازم يدير حركات رياضية اللي تساعده. مثلا نجيب لك مثلا كيما واحد كي تكون على العشرة، والله هذيك رانا كيما تقريبا مقبلين على فصل الشتاء، البرتقالي ياكل حبة تشينة هكذاك في هذيك العشرة ويدير معها شوية حركات رياضية تساعده. Je pense que la pression au travail, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui travaillent dans des métiers qui sont tout le temps sous pression. Et moi, ma technique à moi, c'est de faire des activités hors du travail pour essayer d'évacuer. Il y en a, c'est par le sport, il y en a, c'est la lecture, il y en a, c'est faire du shopping. Moi, j'évacue en faisant d'autres choses, en oubliant le travail complètement. Parce que moi, mon travail, il y a beaucoup de pression parce que je m'occupe des gens. Je suis infirmière en France et c'est vrai que c'est pas un travail facile tous les jours parce qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'on a des vies entre les mains et c'est pas évident. اولا قبل كل شيء، ان العمل في حد ذاته هو يعني وسيله لتحقيق غايات مجتمعيه وتلبي حاجات المرفق العام، ولهذا فان الموظف يتعرض للضغوطات جراء يعني تعامله المستمر واليومي مع المواطنين وتلبيه حاجيته. باش يكون يعني يخرج من هذه الازمه النفسيه، لابد له من ساعات تكوين الرسكله، تحسين المستوى، التأهيل، باش يكون عنده فسحة يعني من الخروج من الحالات تاع الضغوطات. ولهذا نشوف الحمد لله اليوم الخدمات الاجتماعية لكافة قطاعات العمل توفر الرحلة السياحية للعمال تاعها باش تخلق له بيئة عملية ونفسية يعني مريحة للنفسية تاع العمل. فوالا. Aujourd'hui, on est face à une population ou à une génération où on a énormément de pression au travail, que ce soit ici, Fdzer ou dans les pays occidentaux. Et je crois qu'il y a différentes possibilités de se rassurer au niveau de travail. Il y a l'activité physique à faire, culturelle. On doit aussi pas se laisser faire à un moment donné. On vient pour travailler, on ne vient pas pour se rendre malade. Ou voilà, il y a différentes possibilités. Ah ben. هذه تاثروا بليطار تاثير سلبي جدا. علاش؟ باسكو هذا الطفل او ديجا دا شوك كان صغير، وهذاك عباك لي شوك يكونوا صغار. انا صرات لي شوك كي تكون صغار تتفكرهم اكثر من لي سوفوني الشبان، راك شايف؟ يسمى دي بريفيرونس الوالدين يسيوا كيف العنف اللي يكون بيناتهم يبعدوه على الاطفال، وإلا كان الحق للطلاق يسيو ما يدخلوش الأطفال باش ما يركبلوش عقدة. هل صدمات الطفولة المبكرة تؤثر على التطور النفسي للطفل؟ بالطبع، هذه تأثر بليطار تأثير سلبي جدا. علاش؟ باسكو هذا الطفل أو ديجا دا شوك كان صغير، وهذاك عباك لي شوك يكونوا صغار. أنا صراتلي لي شوك تكون صغار تتفكرهم أكثر من لي سوفوني الشبان. العوامل هي الأولى الأسرة، ثانيا الشارع، ثالثا المدرسة، تدرج. دوك الأسرة كاين أب وأم، ماهمش قضية تربية، يعني كاين الراجل والمرأة كاينين في المجتمع الجزائري، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش صلاة، ما يعرفوش الدين، وهي كاع الركيزة في الدين. كي صافي كي يكونوا يصلوا في زوج وذيكم دينين ومنا ينشأوا، وربي يقدرهم باش يخرجوا ولادهم كاع ملاح ويعلموهم الصلاة ومنا. قضية الدين هذا ما كان، والرجوع إلى الله فضيلة. أما إذا كانوا خاطين الموضوع، ما يعرفوش ربي، ما يصلوش، ما يخافوش الله،
يفعلون ما يشتهون تاع الدنيا برك، تاع مادة، تاع دراهم، تاع الحياة، يخرجوا ولادهم. قلت لك إذا كانوا المشاكل بين الأب والأم راحين يتأثروا الأطفال، وكاينة حاجة من الأساسيات، الأساسيات أن لا باز إذا كانوا الوالدين ماشي متربيين تبت لي على هدية ما يقدروش يربوا. يا خويا العوامل باش يتجاوز هاد الضغوطات يا خو شغل كشف فاهم، لازم يديروا له بزاف فايس يا خو، يديروا له ما بايش انا يا خو شغل انا كاشا وهكذا نحب زعما شغل كاين فايس نديرهم نشاطات، كاين بزاف فايس نديرهم نشاطات شغل انتيك ايجابيه، ماشي دوكا تنوض تروح الحبط للحومه ما تلقاني صطاد ابار ماك زعما نحكي على كره القدم وما ديك تشوف تقول لك تخيل الضومه تاع قرايه زعما تقول معليش نقراو منا ماك تقراوهم كاع قارين مساكن ماكش فيها خدمه. راك شايف سما انت شغل شاب جزائري ملي يكون في هذه اللحظه تاعو ملي يكون صغير هو يخمم الفيوتشر تاعو دائما. اذا مشاهدينا شاهدتوا معنا اراء الشارع الجزائري من موظفين اولياء ومراهقين حول الضغوطات النفسيه. نتلاقاو في عدد وموضوع اخر، انتظرونا. سلام.